Welcome to the official English channel of Sheikh Khalid Al-Muslih. All translations have been carried out with the Sheikh's permission. هنا سؤال يا شيخ عن يعني حكم الأضحية خارج الدولة، هكذا هو السؤال ورد. بالنسبة للأضاحي الأصل فيها أنها سنة يقيمها الناس في أمصارهم وأماكنهم، نعم. ويتعبدون لله عز وجل بذبحها وشهودها والتقرب إلى الله تعالى بالأكل منها، هذا هو الأصل، وبالتصرف بإهدائها والتصدق فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، هذا هو الأصل في ذلك، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الهدي إلى مكة لحرمة المكان وشرفه، لكنه في الأضاحي كان صلى الله عليه وسلم يضحي في المدينة ويظهر هذا أمام الناس ليأتسوا به ويقتدوا، فكان يذبح هديه صلى الله عليه وسلم أضحيته صلى الله عليه وسلم في المصلى بعد الصلاة ليشهد الناس ذلك وتشيع هذه السنة. فالأصل في هذه السنة أن يظهرها الناس في أماكنهم وفي بلدانهم وفي أمصارهم، إذا دعت حاجة إلى نقلها إلى مكان آخر فلا حرج في ذلك، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن المسلمين. أحسن الله إليكم شيخ. هنا الأقرب إليكم، بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.